السلام عليكم. لما نكون بنتكلم عن عالم دين فلازم يكون له احترامه وإجلاله ووقاره، وما ينفعش ان احنا نتطاول في حقه، خصوصا لما يكون العالم ده حد باسم وحجم يوسف القرضاوي اللي له تلامذة ومريدين في كل قارات العالم بعشرات وربما مئات الملايين. بس علشان انا كمحمد قنديل احترمه ووقره، لازم يكون هو الاول بيحترم نفسه وبيحترم العلم اللي بيحمله وبيعلمه للعالم، وما يكونش كذاب ومنافق ومتلون وبيستخدم اللي بيحمله من علم بحسب مصلحته او مصلحة جماعته او لحساب او اوامر كفيله. عملت حلقة من كام يوم عن يوسف القرضاوي ونفاقه تجاه بشار الاسد ومعمر القذافي، وازاي واحد زي ترتر عمل حلقة 22 دقيقة علشان يدافع عنه ويبرر له افعاله وتناقضاته. وعايز اقول لحضرتك ان مجرد دفاع ترتر الوسخ عن اي شخص فده يعتبر دليل ادانة للشخص ده، مش براءة على الاطلاق، بس ده اكيد في منظور الناس اللي عندها عقل وبتشغله، مش الخرفان من متابعين ترتر. في حلقه القرضاوي وترتر اتكلمت عن نفاق القرضاوي وتزلفه لبشار الاسد ولمعمر القذافي بحسب ما ترتر اتكلم، وما جبتش سيره زين العابدين بالعالي رئيس تونس الاسبق اللي برضه نفقه القرضاوي. تحمد لتونس وسيره الرئيس علي زين العابدين والاهتمام بالجانب الاسلامي، إذاعة الزيتونة التي أصبحت إذاعة للقرآن الكريم وأصبحت إذاعة مسموعة ولها إقبال يعني شديد، وكل هذا التوجه لتقوية الجانب الروحي وربط الناس بتراثهم وجذورهم، هذا هو يعني شيء مهم. وبعدين انقلب عليك عاد. الآن أيها الإخوة أعود إلى تونس الحبيبة بعد عصر الثورة، بعد أن تحررت تونس من الظلمة المستكبرين بالأرض الجبارين على عباد الله. وما جبت سيرة حسن زميغة وحزب الشيطان الإيراني اللي برضو نفقهم القرضاوي. خاض لبنان حربا كان بحمد الله هو المنتصر فيها، المنتصر على ما يسمى القوة التي لا تقهر والشوكة التي لا تكسر، ولكن هذه الشوكة كسرت وهذه القوة قهرت أمام أبناء لبنان. أنا أقول أمام أبناء لبنان، وأنا أقصد حزب الله وأقصد من أيد حزب الله. وبعدين انقلب عليهم كالعادة. الذي يسمي نفسه حزب الله والأخ الكريم السوري الذي الأخ اللبناني الذي قدمه حزب اللات، وحزب اللات فعلا ليس حزب الله. وما حبيتش كمان أتكلم عن أردوغان زعيم الإسلام والمسلمين بحسب زعم القرضاوي. هو اللي بيحمي الأمة الإسلامية، الله يقولها حقيقة، الرجل الذي يحمل هم الأمة الإسلامية في كل مكان هو رجب الطيب أردوغان. واللي مش فاهم إزاي زعيم إسلام ومسلمين ويكون سامح بالدعارة في بلده كمصدر من مصادر دخل الدولة، وكل ده مش هتكلم عليه النهاردة برضو، أنا هاخدك لجزئية صغيرة قد كده بس هتفضح لك منهج القرضاوي العفن في الإفتاء. فاكرين زيارة القرضاوي لسوريا في 2004 وحديثه للتلفزيون السوري وثناؤه على بشار الأسد؟ أحيي أهل سوريا جميعا رئيسا وحكومة وشعبا، وأسأل الله أن يثبت سوريا، يثبت أقدامها على الحق، فقد وقفت مواقف طيبة في مجلس الأمن وفي كذا في حرب العراق وفي أشياء كثيرة، ووقفت أمام التأله الأمريكي الذي يريد أن يفرض إرادته على الأمة ويغير هوية الأمة ويغير منظومة القيم فيها. وسنلقى إن شاء الله الرئيس بشار الأسد ونتحدث معه فيما يجب على قادة الأمة أن يقوموا به في هذه الفترة العصيبة، عسى أن نقوم ببعض الواجب علينا نحن نحو إخواننا. و ما بيننا وبين سوريا لعل زيارتنا لها أمرا يعني طبيعيا وخصوصا في هذه المرحلة، فتحياتنا إلى الشعب السوري وتحياتنا
إلى القائد بشار الأسد، وتحياتنا إلى الحكومة وإلى الجميع. طيب فاكر من أهم نقط الثناء القرضاوية على بشار دي كانت إيه؟ ووقفت أمام التأله الأمريكي الذي يريد أن يفرض إرادته على الأمة ويغير هوية الأمة ويغير منظومة القيم فيها. بالضبط كده، إن بشار واقف وش أمريكا. حلو الكلام ده قوي على فكرة، ومخخ لدماغي بصراحة. يعني أنا أفهم من كلام القرضاوي إن أمريكا دي شيطان، وإن أي حد يقف قدامه بيكون بطل قومي ويستحق الإشادة مهما اختلفنا معاه. صح كده يا جماعة ولا أنا غلطان؟ معلش لو شايفين إن غلطان حد يصحح لي المعلومة علشان ما كملش على غلط. ووقفت أمام التأله الأمريكي. من المقطع ده أفهم إن اللي يقف ضد أمريكا إحنا نشد على إيده ونسنده ونحطه على غصنا كمان يا رجالة. صح ولا أنا غلطان؟ طيب بناء على كلام الشيخ القرضاوي، تفتكروا اللي يستقوي بأمريكا بقى يبقى إيه؟ خدوا بالكم أنا بقول بناء على كلام القرضاوي، مش بناء على قناعاتي أو قناعات حضرتك أو أي حاجة تانية. بناء على الكلام ده يبقى المفروض بحسب يوسف القرضاوي اللي بيستقوى بالأمريكان إيه؟ أعتقد أنه هيكون عميل وحقير وسافل وابن 60 كلب، مش كده ولا أنا غلطان؟ طيب لما يوسف القرضاوي بقى بنفسه يستقوى بالأمريكان يبقى إيه رأي بقى يا جدعان؟ خليك معايا أنت بس، ده يوسف القرضاوي مش بس هيستعين بأمريكا، لأ ده هيستعين بيها ضد اللي كان بيحييه وبيثني عليه علشان واقف أصلا ضد أمريكا. ها والله زي ما بقول لحضرتك كده، اسمع كده بنفسك. أمريكا أخيرا نشكرها على كل حال وننتظر المزيد، سمحت ببعض الأسلحة غير القتالية تعطيها للسوريين، 60 مليون دولار أو نحوه شيء من هذا، هذا شيء قليل جدا وملأها. لماذا إسرائيل أمريكا تخاف على إسرائيل إن الناس تنتصر في سوريا بعدين يذهبوا إلى إسرائيل؟ منين جبتم هذا الكلام؟ يعني واحد شيخ بحجم واسم وقامة ومؤلفات وتلاميذ يوسف القرضاوي يثني على بشار الأسد لوقوفه في وش أمريكا، وبعدها بكم سنة يطالب أمريكا نفسها بالمساعدة على القضاء على بشار؟ حد مستوعب اللي حصل ده؟ ممكن حد يقول إنه بشار كان كويس وقلب فقلب عليه القرضاوي، ده كلام منطقي، بس برضه بشار عمره ما كان كويس علشان يقلب، وعلى فرض يا سيدي إنه كان كويس وقلب، فهل أمريكا أسلمت مثلا علشان بدل ما كان بيعديها يستعين بيها؟ أكيد لا برضه، ولسه أمريكا هي شيطان العالم زي ما هي. أمال إيه اللي حصل بس خلى القرضاوي يتقلب حاله بالشكل ده؟ وبعد ما كان بيدعم بشار ضد أمريكا بقى بيدعم أمريكا ضد بشار. ما حصلش حاجة أكتر من إن الأوامر الأميرية القطرية اللي بتجيله اتغيرت. يعني النظام القطري كان قريب من النظام السوري فترة ما، علشان أمير قطر كان شخص منبوذ ومحدش معبره. فلما لقى بشار بيقرب منه فرح جدا، وادى الأوامر لأدواته اللي منها القرضاوي بالتقارب مع بشار ونظامه. مشكورين لدعمكم، يعني لولا دعمكم انتوا احنا تعرف كدولة صغيرة اول كنا منبوذين من الدول الكبيرة، بس الحمد لله ان في يعني مثل ليبيا وتقف معانا، عمان، سوريا مؤخر، لان سوريا بعد كانت من الشنح الاخر، لان اكتشفت ان يعني، واعتقد ان الدول اللي بتكون يعني عندها وجهات نظر متقاربة أعتقد هي اللي يفترض أنها تقود في العالم العربي. ولما مخطط الشرق الأوسط الجديد دخل حيز التنفيذ، فكان لازم الأزرع الإعلامية القطرية تهاجم الأنظمة المستهدفة، والقامات الدينية تدي تصريح الخروج على حكام الدول المستهدفة. فكان القرضاوي بيوزع صكوك الغفران للخارجين عن الحكام، وبالمرة أهدر له دم كام حاكم من اللي كان بينافقهم قبل كده لما كان النظام القطري على علاقة جيدة بيهم. انتهى عهده بشار الأسد، انتهى. أنا أقول كما قلت في عهد القذافي، من أول يوم تنتهى القذافي. الناس قالوا لي هو لسه في الأول، ولكنه انتهى. أنا أحكم أنه انتهى، والله أنه منتهي، وأنا أحكم وأحلف أن بشار الأسد قد انتهى، كما انتهى القذافي، وكما سينتهي علي صالح، وكما انتهى مبارك، وكما انتهى زين العابدين.
كل الطغاة لابد أن ينتهي. هو ده القرضاوي باختصار، مجرد هاتف عملة بيصدر الفتوى بحسب الطلب والمبلغ المدفوع، عشرات من الفتاوى وعكسها. حتى اليهود بعد ما كان بيقول عليهم بلسانه انهم احفاد القردة والخنازير، المسجد الاقصى ورقابنا، هذه الرقاب مستعدة ان تقطع في سبيل الله لنحمي هذا المسجد ولا نترك هؤلاء القردة والخنازير وابناء القردة والخنازير يدخلونه ليدنسوه كما يشاءون. رجع لاحظ كلامه وانا لما قلتش كده. انا انكرت على بعض الناس اللي يقولوا عن اليهود نسل القردة والخنازير، هذا غير صحيح. يعني القردة والخنازير اللي ربنا لما يعني مسخ بعض الناس قردة لم يكن لهم نسخ كما ثبت في صحيح مسلم، ان الناس اذا ربنا لم نسخ ناس لم يكن لهم نسخ بعد ذلك، بينتهوا ويفنوا على طول. لا حول ولا قوة الا بالله. عرفتوا ليه بعد ما فطس يوسف القرضاوي جثمانه وقع ثلاث مرات وهو في طريقه للقبر؟ لانه ما احترمش العلم اللي عنده ولوى عنق الادله الشرعيه لمصالح شخصيه. حد بالمواصفات دي هل يجوز انه يترحم عليه حد؟ ده واحد باع اخرته واشتكى دنيته، دوروا على حساباته البنكيه هو وعياله وانت تعرفوا هو باع اخرته بكام. واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لك يا مصر السلامة.